السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. اليوم قصتنا عن الجن، وهي قصة مرعبة نوعا ما، فلا تنسون تقرون أذكاركم وتعوذون من الشيطان. قصتنا من مصدر حقي وحاصلة تقريبا قبل 7 شهور. القصة حدثت على واحد اسمه خالد. خالد هذا دوامة في الرياض، وأهله ساكنين في قرية تبعد عن الرياض تقريبا 3 ساعات، 3 ساعات، ما بين 3 ساعات إلى 4 ساعات. فخالد هذا طول خدمته في الدوام كان يداوم، وكل نهاية أسبوع يطلع لأهله. طول خدمة خالد خطوط، فخالد متعود كل نهاية أسبوع يطلع للقرية اللي هم ساكنين فيها، فكان متعود على الخطوط، يعني تقريبا مدة خدمته 8 سنوات. فيقول أنا فيني طبع ما أمشي إلا الساعة 12 في الليل، مهما كان أمشي الساعة 12 في الليل من القرية لين الرياض. أول ما يوصل الرياض يداوم، وبعدين أول ما يطلع من الدوام يروح هنا. هذه مختصر حياته. فيقول جاء يوم من الأيام مشيت الساعة 12 في الليل، متعود يقول خالد أشغل أي شيء وامشي وكمل طريق، يقول ما عندي من الشيطان طاري. إلين شفت رجال يشر فجأة، يعني تقريبا أبعدت عن الديرة 2 ساعة. قلت والله حرام أترك الرجال هذا بنص الليل، يعني وش عنده؟ أكيد إن الرجال هذا متعطل أو إنه صاحب عائلة، أو يعني أخذت حمية وفزع له الرجل. وقف يقول أنا لاحظت حاجة في ركوب الرجال، ركب لما فتح الباب ركب وسكع على طول، يقول حتى ما يمديه، يعني ما يمديه يركب بالسرعة هذه كلها. فقلت إنه يتخيل لي أو شيء بينه وبين نفسه. يعني طبعا الرجال ركب بدون أي كلام، يعني على طول ركب وسكت. قال له خالد السلام عليكم، قال هلا، يعني ما رد السلام ولا شيء، قال هلا كذا. قلت أنا استغربت، فقلت يمكن الرجال طفشان أو شيء. قلت أنت كم لك واقف على الخط؟ قال ما هو شغلك. قل اليوم قال مو شغلك، يقول كأنه جاني شك أن الرجال هذا مريض نفسي. فيقول سكت عنه، كملت طريقي. قلت خلني أسأله أنت من وين وكذا. قال أنت من وين يا أخو؟ والتفت عليه قال ما هو شغلك، والرجال كان ثابت لحظة صمت ما يتكلم أبدا، طول الخط ما يتكلم أبدا. فيقول سكت عنه، قلت أنت وين تبغى بالضبط؟ قال ما هو شغلي. قال بعد ما هو شغلي. سكت خالد وكمل طريقه. قال هذا شكله مجنون وابتليت فيه. فيقول في نقطة قدامي، يعني تقريبا مسافة 1.5 ساعة، على ما أوصلها ببلغهم وينزلون عني. هو مخطط، كان مخطط كذا خالد. فيقول أبا أقضي الوقت بالشيلات، شغل شيلات. فجأة قام يرقص الرجال، يرقص 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 كذا. طف المسجل خالد، التفت عليه الرجال قال أقول شغل مسجل، شغل مسجل. قال خالد ماني مشغله. قال أقول شغل مسجل. قال ماني مشغله. قام ضغط زر المسجل شغل.
لما اشتغلت الشارع قام يرقص يرقص كذا يرقص يرقص بس يرقص بدون كلام بدون أي شيء. يقول خالد أنا ناظر فيه أطالع بالرجال يرقص 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 يرقص. استغرب خالد قال لي يمكن الرجال يعني انطرب على الشيلة شيء. قام بدل الشيلة خالد صفق خالد بكف. يقول أقسم بالله من قوة الكف أن الأرض تدور فيني. يقول السيارة لفت يمين يسار كذا. يقول قدر الله تحكمت بالسيارة. فقلت إيه الوضع وصل لهنا والله ما سكت عنك. ويمسك فرامل القوة ويوقف على جنب الخط شغل فليشر وينزل عليه. خالد كان مخطط أنه يسطره يضربه يبغى يضربه. يقول أبي أضربه وأنزله. يقول أنا عرفت هالحين ليش الناس ما تأخذ. فيقول مجرد أني نزلت فتحت عليه الباب كل تجيني كفوف بدون الرجال يتحرك. صفقة 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 لين داخ خالد. يعني هذا الجني صفق خالد لين داخ. هنا تأكد خالد ان اللي راكب معه ما هو انس ابدا كان من الجن. فاللهم صلي على محمد. من قوة الروعة والخوف نسى خالد يسمي ويذكر الله. فخالد رجع على طول عرف انه جن. رجع على طول يبغى يكمل سواقته ويسكت خلاص انتهى الموضوع. فتح الباب شغل سيارته. لا اللي حصل سيارته طافية. شغل ما تشتغل شغل ما تشتغل. نزل خالد فتح كبوت السيارة يشيك. السيارة ما فيها أي شيء. بعدين السيارة موديل جديد يعني مو خربانة ولا فيها أي شيء. المهم أن الرجال رجع للسيارة قال أنت وش سويت للسيارة كذا. قال تبغاها تشتغل سيارتك؟ قال إيه. قال لا تطفي مسجل. قال ما أطفي أبدا ما أطفي مسجل أبدا. فشغل السيارة واشتغلت معاه وكان من الخوف من قوة الخوف مرعوب ما يدري وش يسوي. يقول بس أبغى أوصل النقطة بأي شكل من الأشكال. فقال التفت عليه هذا الرجال اللي كان ركبا معه الجن طبعا. فالتفت عليه قال اسمع يا خربز. طبعا خربز كان لقب خالد ولا يعرفونه إلا أهل الديرة. ما يعرفون إلا أهل الديرة وكان لقب خاص في خالد. قال اسمع يا خربز أنت تبغى توصل النقطة صح؟ كذا قول مدري شلون درى عن اللي في قلب. قال عشان تفتك مني أنا أوريك كذا أنا أوريك. فخالد هنا خلاص خلاص من الخوف ما يدري وش يسوي. فيقول وكلت أمري لله كملت الطريق. طبعا مسجل كان مرفوع لآخر شيء وكان يرقص 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 كذا يرقص يرقص بس ما عنده إلا يترقص. فلما يعني بقى تقريبا على النقطة مسافة نص ساعة قال وقف 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 ويمسك فرامل. قال يلا لف يمين. قال وين؟ قال لف يمين. أقول لك لف يمين كذا لف يمين خالد. فنزل سحرة. يقول خالد ما أدري إلى وين. إلى حد الآن ما يدرون وين يعني وين يبغوا بالضبط. فقال خالد يا أخي أنا عندي دوام وأنا ما أدري شلون فكني من شرك يا ولد. يا أنت وين تسلط علي؟ أنا جاي نساعدك وأنا ما أبي المشاكل وما أدري كيف. فيا أخي فكني من شرك. قال أقول كمل طريقك كمل طريقك. يقول كمل طريقي فجأة شفت أنوار كذا أنوار وناس وعالم
كانوا الناس واجد واجد، بس الغريب بالأمر إنهم بدون سيارات. يعني طبعا أنا السيارة الوحيد اللي موجود. فيقول خططت إني أنزل الرجال وهج على طول كذا، والتفت عليه قال ها تبي تنزلني وتهج صح؟ قال لا والله، قال لا 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 تبي تنزلني وتهج أنا أوريك. قل لما وقفت عند الناس طفت سيارتي، شغل ولا تشتغل السيارة. فقال انزل انزل انزل، ويا ويلك يا ويلك ما بيضت وجهي. يقول هنا المفاجأة، يقول أنا ما أدري وش أبيض وجه الرجال هذا فيه، اللي هو طبعا جني. يقول ما أدري وش يبغى مني بالضبط، ما أدري إلى حد الآن وش غايته مني. فيقول نزلت، لما نزلت ولا أعوذ بالله من الشيطان، وجيه ما تبشر بالخير أبدا، جيه وناس بس تضحك تناظرني وتضحك، واحد يعني تطلع رقبته يعني مترين ثلاثة متر وترجع. يقول شيء يخوف، شيء يعني وصلني إلى مرحلة إني خلاص بيغمى علي. فيقول ساعدني الله وقوى قلبي. فشفت واحد يمط ذنه كذا متر مترين ويرجعها، يمسك خشمه ويمطه ويرجع. يقول استغربت من المنظر. وجاني خويي طبعا اللي هو راكب، كان راكبا معه، جاء قال مستغرب ما باقي ما شفت شيء. يقول فجأة سوى حركة في رجله ولا طايح على الأرض، وقام يضحكون كلهم يضحكون. قال قم 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 يلا يلا تعال 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 كذا. قال رح خليك واقف. يقول رحت وصرت واقف، يقول بدون أي نقاش يعني. وقام يقول كلمات يعني ما هي مفهومة، يقول أنا ما فهمت منها شيء. كان الرجال من الخوف ما يدري وش يسوي، يعني خلاص واصل مرحلة أنه يرتجف من الخوف، واصل مرحلة أنه خلاص يبغى النجاة بس ما يدري كيف. كان معهم شايب كبير بس مرة، قال له تعال 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 كذا. الرجال كان يمشي وكذا تراعد من الخوف وكأنه جايته مركب. قال لا تخاف تعال. يقول وجيت على طول، لما جيت قال حب على راسي. قوه ناظر براسه ولا شاعر، يقول يمكن لها 60 سنة مغسل مرة، يقول ريح ريح تصرع القلب. فحبيت راس الجني هذا. قال لي لا تخاف. قال ماني خايف. قال تعرف تقول الشعر كذا؟ قال لا والله ماني شاعر. قال أقول، قل شعر. قال ماني شاعر، ما أعرف أقول القصيد. جاء خويه اللي كان راكب معاه في السيارة الجني هذا، واصطرى في كف ولا يدور، يقول أقسم بالله من قوة الكف إني مغمى علي تقريبا 10 دقائق ما عاد أشوف الدنيا. يقول لما فتحت عيوني قال قم قم قل القصيد، أنا ماني قايل لك لا تفشلني. قال يا ابن الحلال أنا ما أعرف القصيد هذا، ما أعرف، فكني من شرك يا ولد ما أعرف القصيد. قال قم خليك واقف هنا، وإذا ما قلت لنا قصيدة والله لأخفيك عن الوجود. يقول من الخوف، يقول ما جاء في بالي إلا كلمات الشيلة اللي كان يترقص عليها الجني. يقول قلتها بقولها، يقول كنت حافظ النصها كذا وافتك منه. يقول قال قلها بصوت اللي دايم يتكلم فيها العرب، إذا ما قلتها بنفس كلام اللي يتكلمون فيها العرب
ترى بخفيك عن الوجود. فيقول لمن وقفت قلت بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الا جاني حالة اغماء لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم. جاني حالة اغماء لما صحيت من حالة الاغماء. يقول ولا والله العظيم ما حولي احد. مجرد اني قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما حولي احد ابد ابد ابد. يقول 5 دقائق جاني حالة اغماء كذا، لما فتحت عيوني ما حصلت اي احد عندي. فيقول اول ما طرى علي اني كيف نسيت التسمية. فيقول قمت اسمي واذكر الله وقمت اذن، وقام يذن يكرر الاذان يكرر الاذان يكرر الاذان ويتعوذ من الشيطان ويقرا قل اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يرددها يرددها. فيقول شغلت سيارتي واشتغلت معه على طول، حركت ومشيت طبلون السيارة كله. يقول غامرت بنفسي من قوة الرعب اللي انا شايف لين وصل الخط. قل لما وصلت هالخط على طول ركبت هالخط ومشيت تقريبا 240-230 من الخوف، لين اقبل على نقطة التفتيش. فكان يمسك براكات يمسك براكات ما عاد يمديه ما عاد يمديه. يقول من حسن الحظ كانت النقطة يعني فاضية، كانت على صلاة الفجر تقريبا. يقول المهم امسك امسك بركات امسك بركات امسك بركات لين تعديتهم. يقول وعوذ من الشيطان وارجع. المهم مسك فرامل لين اخر شيء ورجع لهم. لما رجع لهم ولا فيها عسكري ماسك رشاش وكل شيء. قال انت وش عندك وش فيك؟ المهم يقول صرفت الموضوع وعطوني مخالفة سرعة وكل شيء ومشيت. يقول ابغى الحق على دوام. طبعا فعلا لحق على دوامه ولكن تأخر. وكان يعني هو معروف عنه رجال يجي الدوام ويضحك ويستانس يغير الجو، يعني يستانسون عليه اخويا متعودين عليه. هاي يقول ذاك اليوم مستغربين منه اخوياه ابدا، كان بحالة لا يعلم فيها الا الله. حالته حالة وعيونه وشعره حالة يعني حالة رهينة. فمسكه مديرة على جنب قال انت وش وضعك؟ قال والله قصتي قصة يا ابو فلان ولا اقدر اقولها لك هنا. المهم اسحب المدير للمكتب قال انت وش قصتك؟ قال انا والله يا ابو فلان حصل معي كذا وكذا 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 وكذا، ما أدري وش جاني ولا أدري وش السالفة ولا أدري كيف هالرجال هذا تسلط علي. المهم مديره كان في خير جزاه الله خير. الرجال أول شيء قال ترى من عندي لك 10 أيام إجازة، وثاني شيء أنا أعرف لك شيخ شيخ معروف ومشهور بالقراية. العصر ترى بمرك ونروح يمه. المهم يقول ان العصر يوم جاني اخذني لهالشيخ وطبعا قرأ عليه وعلموه في القصة وكل شيء، تعوذ من الشيطان. قال اول شيء احمد ربك ان الله سلمك منهم، واحمد ربك انك ما قلت الشعر قدامهم. قال ليش؟ قال لو قلت الشعر قدامهم كان اسكنوك، يعني هم اي شيء يعجبهم يسكنونه. وعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم. فتعوذ من الشيطان واخذ القرايه وحمد ربه وقرا معوذاته. قال داوم على المعوذات، اذ يعني لا تفصل عن المعوذات ابدا ابدا. ففضل المعوذات ترى يا ناس خلونا نخرج عن القصه، ترى فضل المعوذات تحميك من اشياء كثيره، فلا تتهاونون في المعوذات. ف
فالرجال رجع لأهله تعوذ من الشيطان، وكان يعني أسبوع كامل نومه كان ينام وفجأة يحصل نفسه صاحي من الخوف ومن الرعبة من اللي هو شاف. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعسى الله يكفينا شر الجنون ويكفينا شر الشرور، وهو السميع العليم. وصلنا إلى ختام القصة، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسون الاشتراك واللايك والكومنت، الله يعطيكم ألف عافية.